انت احنا قلت اصلا ما كناش عايزين، 900 ثواني انا ما بقى، كنتش عايز اتقول اصلا. انت بتقول انت ثلاث علب اللي في الفيديو، علبتين. انا يعني كان في علبه جنبي بقى مش باينه في الفيديو خالص، كانت مقفوله. بس خدوا بالكم، انا نسيت اطلب منكم الفاتوره بتاعت الدهب. لا احنا ممكن إيه نجيب ده؟ لك، احنا ممكن نجيب احنا لك احنا داخلين كله تحقيق يا استاذه ولا لا ايه؟ ما احنا ما لازم نحترم الساده المشاهدين ونبقى عندنا ماشي، بس ما نطلبش فاتوره دهب على الهوا عشان عريس جايب دهب. طبعا انت بتقول بمليون جنيه دهب، فخلاص نشوف الفواتير. المليون جنيه انا إيه الفاتوره دي؟ سند ما نطلبش. مش لابسه الشبكه ليه؟ لا لابسه طبعا، لابسه دبلتي ولابسه الحاجه بتاعتي، لابسه الحاجه اللي هو مش جايبها لي طبعا. لا بس مش كلها ده شبكتك اللي هو جايبه لك فيهم؟ لا هو جايب لي الطقم اللازوردي ده، ده اللي تحت الاسوره بتاعتي، ده طقم اللازوردي بالخاتم بالدبله بالاسوره يعني ده مش دهب صيني؟ تشهود يا جماعه. لا بعد الشهر يعني ده مش دهب صيني؟ لا مش اللمعه مش الفجه دي. لا لا دهب، لا لا جديد دهب عشان جديد. ما هو اكيد لازم اي دهب جديد، اكيد مفيش دهب قديم عشان اللمعه اللي فيه دي. طب دهب منين؟ منين؟ اه من ميت غمر. ميت غمر اشمعنى؟ ايه ده احنا هنحدد؟ اه ما لازم نحددها. يا جماعه يا جماعه مش مصداقيه. لازم ليه يا جماعه؟ في ايه في الحلقه دي؟ مالها الحلقه عادي، احنا ممكن نروح المحل كمان عادي. عملت لها الخطوبه فين؟ في بلد، في كفر بيت، في قاعة. اه في قاعة ولا في قاعة كبيرة جدا؟ في قاعة زي اوتيل كده عندنا. بس انت كنت بتقولي انها زي اوتيل. اه هي زي كده يعني، مكان مخصص بس للافراح الفي اي بي. يعني القاعة اللي احنا شفناها دي في اي بي؟ اه جدا. اعرضوا يا جماعة الفيديو كده رشد. دي مش في اي بي، دي احلى في اي بي دي. ورونا انا قريتي كفر بيت دي احلى بلد. وهاتوا الصور كمان، هاتوا الفيديو تاني كده. اه حاجة يعني في اي بي ما تبقاش كده. لا ازاي، بلدي قريتي يا جماعه، بلدي قد الدنيا. طبعا لازم تفهم قريه كفر بيضة طبعا. قول لي بقى عن شعور اهلك. اهلي مبسوطين، هي ما اهلي ماشيين ورايا ولا سعادتي، انا مبسوط خلاص. دي قاعه في اي بي. ايوه يا جماعه في ايه؟ هات الفيديو برضو، هاتوا الفيديو. وانا لازم ابهرج واطلع واقول دي مش عارف ايه اهو. لا انا مفيش فيديوهات تانيه تبين. مفيش. لا انا ما جبتش معايا فيديوهات بصراحه. كان في دبح، كنا دبحين والله اكبر، كان في ناس تحكي والناس تتكلم. يعني ناس مين بقى؟ باهل البلد الله اكبر. احنا كنا عاملين ووزعت اكتر من كانوا في الفرح 4000 علبه حلويات مولد وبتاع. وانت مين كان من اهلك؟ ارجعوا لي يا شباب. وانت مين من اهلك كانوا موجودين في الفرح؟ انا اهلي واصحابي كانوا كلهم موجودين. كلهم؟ ما حدش في اصحابك قال لك يعني انت ازاي هتعمل كده؟ دي طلعت طلبت عريس على الهوا وده ما يصحش وعيب وكده. لا هي مش بيه، بعض الاختلافات بعض الراي. هو احنا جاي انت جايبنا انت كراجل جايبنا اتهرجنا يا حبيبتي؟ استني احنا جايين نعرف احنا هنقول مبروك ولا جايين نهاجم؟ انت كلمتيني وقلت لي انا جالي عريس بعد الحلقه بتاعتك. ايوه فانا عايز اعرف برنامجي بيوفق راسين في الحلال؟ بيوفق ولا ده ترند؟ الحمد لله مفيش ترند خلاص. هو مفيش ترند، هو عايز يثبت اثبت لك ان هو انت راجل شرقي. اه حلو، بطبيعه الراجل الشرقي ما يحبش الست الجريئه، يحب الست الخجوله. انت كراجل شرقي استثناء عن باقي الرجاله، بتحب الست الجريئه في بعض الحالات؟ في بعض كل حاجه في بعض الحالات معاك، لكن تطلع كده على السوشيال ميديا انا عايزه عريس. طب انت ما فكرتش مثلا ان هي ممكن تسيبك وتعمل فيديو تاني وتطلب عريس تاني؟ لا ما اظنش، بعد ما كلمتها وخدنا على بعض لقيتها انسانه غير اللي هي كانت بتتكلم عنها خالص. انت كنت خاطب قبل كده؟ لا دي اول حاجه ليا. طب وصلت لها ازاي بقى؟ انت ما اتوصلتش معانا ولا قلت لنا ادوني رقمها، عرفتها ازاي؟ جبتها ازاي؟ خلاص انا بقى هنعرف اجيبها بقى بطريقتي انا. ايه هي بقى طريقتك؟ ما انا عشان انا عايز حد لازم ادور عليه واتعب واجتهد ان انا اوصل له، ده طبيعي عند اي حد، حتى لو اي حد في شغله في اي حاجه لما بيجتهد. عندك الحس الصحفي يعني؟ ربنا بيكرمه يعني. انا مش من الصعب ان انا اوصل لسناء، دي حاجه. انا مش من الصعب ان انا اوصل لها. تمام والحمد لله ربنا وفق وان احنا اتكلمنا واتقابلنا وكل حاجه. انا لقيتها انسانه كويسه جدا جدا جدا، هي طيبه. اه بس ده ما يمنعش ان هي مطربه وبتبحث عن الترند علشان تفرقع وتبقى. بس هي خلاص قالت انا مش ماشي عايزه افرقع ابحث عن ترند عشان انا انجح، ابقى ناجحه عشان تقدري تجيبيني في برنامج زي ده. مش هبقى مش هاجي اقعد القعده دي الا لما ابقى ساندرا اللي نجحت وعملت حاجه. البرنامج ده البرنامج ده يعني بيهاجم الحاجات المتدنيه. لا لا لا. وبيناقش الحاجات. هل انت تقبلي ان انت تطلعي تعملي حلقات متدنيه؟ لا مين قال؟ عايز انجح. في فرق بين ان انا تقعدي هنا عشان تنجحي. ثواني بقى، في فرق بين اني اناقش الحالات المتدنيه واظهر للساده المشاهدين المشاهدات الجوفاء بتجيبيهم ليه المتدنيه؟ عشان اكشفهم للناس. واكشفهم ليه؟ عشان انا اطلع الصوره الايجابيه البلدي ما انا بطلع برضو دي جزء. دي جزء دي حمله. فانا من شغلي ان انا اكشف الكذاب. مين ده حق الجمهور؟ هل انت جايبانا هنا عشان تكذبينا يعني مثلا؟ انت عايزه تقولي لي ان انت هتتجوزه؟ اه وليه ما نتجوزش؟ يعني بعد شويه انت جايبانا هنا تهاجمينا وتكذبينا؟ يعني انت هتتجوز؟ هتتجوز؟ اه لو انا مستعد اثبت ليكي ده دلوقتي. ازاي بقى؟ لو في لو في مأذون موجود انا مستعد اكتب عليها دلوقتي. دلوقتي حالا؟ دلوقتي حالا.
طيب اتم الاستعداد. طيب ومعايا الشهود بره. يعني انت مستعد مستنين. يعني انت مستعد تكتب كتابك على ساندرا صلاح هنا في الهوا حالا؟ يعني نعمل يعني انا لما الحلقه الجايه لو جبتكم هتجيبوا المأذون ونعمل فرح الهوا دلوقتي؟ مش هستنى الحلقه. طب شوف لنا مأذون يا شباب. يعني شوف لنا شيخ نتفق معاه ان يكتب كتابه هو وهي، ولو خلعت من الشيخ. لا لا مش هخلع والله، بجد بكلمك بجد والله. انت بقى ما عندكيش مشكله ان مثلا بعد ما تكتبي لا ازاي انا بنت ناس؟ لا لا ليا اهل وليا ناس وليا بلد. رجعت خطوه لا لا بنت ناس. لا 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 انا بنت ناس. هو احترم اهلي واحترم ناسي وجالي ودخل من البيت من بابه زي ما بيقولوا، وهو يحترم ويشكر على كل حاجه حلوه عملها عشانه وبيعملها عشانه. امتى؟ طب هو مستعجل جدا، هو كان عايز يكتب امبارح اساسا. والله يعني على فكره بقى عايز اقول لك على حاجه، هو طلع عنده ثبات انفعال اكتر منك. لا ايه انت بتقولي ايه؟ هتموت على العريس. انت ساندرا صلاح انت بتقولي بس هو اللي هيموت ويتجوز. انت عايز تتجوز بسرعه. انتوا مأجلين لحد امتى؟ لما هي تقرر. انا خلاص بالنسبه لي لسه ما قررتيش. يعني هي دلوقتي يعني انت طلبتيه بشنطه هدومه، جاب لك شنطه دهب. تستعطفيني؟ لا لا خالص. بتقولي بقول لها بحبك بحبك. حرام عليكي. مش قادره انا وانت.